كوبي وست الان تراجعوا في تحديد المهور، اعتقد ده امر مقرر من الاسلام من بدايته. نيجي نتكلم في الاخ اللي قدم الورقه بينتقي الدستور على انه تكلم عن الهيئه الوطنيه للصحافه والتعبير وما حددش مين هم. طبعا دي مش شغله الدستور، فضلا عن انه هنالك مؤسسات مستقله كثيره في الدستور ايضا تركها للمشرع ان هو يحدد مين ومواصفاتهم ومعايير اختيارهم وما الى ذلك. النقطه اللي بعد كده حريه الراي. طبعا حريه الراي دي عرفنا من فوق وامر جزء من حقوق الانسان التي لا تنفصل عنه، لكن هنالك فارق ودايما بيحصل خلط ما بين حريه الراي وحريه السبت والقصد. يعني بمعنى ان انا اشتري برمان مره والاقيه بيتكلم عن الدكتور السيد الرئيس يقول عليه الفاشي في القصر، يقول عليه عميل للسي اي اي، يقول عليه عميل لمباحث امن الدوله، وتقول لي ده راي. لا مش راي، ده اجرام. واذا كان ده راي التصرفات، اذا كان اسمح، واذا كان السبت والقصر له عقوبه في القانون بيتعرض لها اي مواطن يمارسه، فينبغي انه لا يكون هنالك فارق ما بين اي مواطن وبين الصحفي. الصحفي اللي بيستخدم صحيفه توصل ل 100,000 واحد ولا 100,000 اسره، اعتقد انه اصعب بكثير من شخص بيسد واحد ممكن يبقى قدام اثنين ثلاثه. فده امر. الامر اللي بعد كده قضيه التحرير. قضيه التحرير الحقيقه الان في الاعلام على اشدها. واعطي حضرتك مثال وحيد. دلوقتي الاخ الله يرحمه اللي اسمه محمد الجندي توفي، طلع الاعلام انه اتسحل وتعذب وراح معسكر معرفش ايه وبتاع، ثم بعد ذلك جت تحقيقات النيابه بتقول ايه؟ بتقول ان الراجل صاحب محل في الميدان شافه العربيه تضرب، المساعدين نقلوه وهو في غيبوبه ودوه للمستشفى مباشره. الطب الشرعي اسمح لي ما تقعدش تقاطعني من فضلك، ما تقعدش تقاطعني من فضلك. الطب الشرعي وعمليات تحريض من اجل يعني اشعال البلد، والبلد لا يمكن ابدا ان يدخل تحت عنوان حريه الراي ولا حريه التعليم.